منك يا ماما؟ مش عارفة يا رجل، أخوكي طالب مني أكوي هدوم وأنا المكوة دي توبتني أكوي هدوم، لأن كل ما بكوي بيها هدوم بتلسع الهدوم وتشيطها، وعليه العوض بجد في الهدوم اللي أنا بكويها، بستحرم أكوي بيها هدوم، بس مش عارفة أعمل إيه. طب إيه رأيك ما تجيبي مكوة توم وجيري؟ مكوة توم وجيري؟ إزاي يعني؟ مكوة كده بيبقى ليها شماعة بتكوي الهدوم بيضحكها كده، بيبقى شكلها حلو. اه صدقي المكوة دي فعلا جميلة، شفت عنها اعلانات كتير على اليوتيوب. تعالي يلا نشوف كده ونجيب المكوة الجميلة دي ونيجي ناخد احنا المكوة دي نركنها على جنب ونشوف بقى ان شاء الله المكوة اللي احنا هنجيبها هنعمل بيها ايه. يلا بينا، يلا بينا بقى نفتح كرتونة مكوة الاحلام ونشوف مكوناتها وكمان نتكلم عنها شوية وكمان ان شاء الله نشغلها مع بعض. يلا بينا على بركة الله، نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية كده بسم الله ما شاء الله نوضح معاكو نوع المكوة، هي بلاك بلاس ديكر زي ما انتم شايفين، وكمان الكرتونة كده عليها من برة موضح شكل المكوة بعد التركيب والأجزاء بتاعتها ازاي تركبيها، ده من برة مبدئيا على الكرتونة. بعد كده أول ما فتحناها أول حاجة لقيتها طبعا الفاتورة والضمان بتاع المكوة بتاعتي، زي ما انتم شايفين كده حاجة تبين كده ان ما شاء الله الخدمة كويسة جدا. بعد كده على طول لقيت أول كيس فيه محتويات كده، نبدأ كده ان شاء الله نفتح. ده أول حاجة الجوانتي الحراري، طب فايدته ايه؟ طبعا وجود جوانتي حراري ويا عبوة مكوة أو كرتونة مكوة دي حاجة تبين الاهتمام، تمام؟ ده فايدته ان انت لما تكوي الملابس بدرجة حرارة عالية بلاش تمسكيها بإيدك، طبعا بتمسكيها بالجوانتي الحراري. كمان معانا كده الكتالوج بتاع كيفية تركيب المكوة واستخدامها وازاي تستخدميها وكل حاجة زي كده، وتتعرفي عليها واحدة واحدة. وعايز اقولك كمان ان الكتالوج بتاعنا ده مترجم عربي وانجليزي، تمام؟ كمان معايا هنا اطار فرشة، يعتبر كده حاجة كده يعني تركبيها في اطار المكوة. بعد كده ده مهمته ان هو بيشيل الوبرة بتاع الملابس ويعمل عملية تمشيط للملابس كده بيخليها شكلها حلو. كمان معايا اتنين مشبك زي ما انتوا شايفين كده، المشابك دي طبعا علشان بخصوص لو هتكوي بناطيل على المكوة بتاعتنا. بحط بقى كل حاجة انا بطلعها من محتويات المكوة كده على جنب عشان نطلع كل حاجة، وبعد كده نبدأ ان احنا نركبها سوا سوا. معايا هنا بعد كده لقيت الستارة، ستارة المكوة. عايزه اقول لكم ان الماتيريال بتاعتها وخامتها حلوه جدا جدا، حاجه كده تحس فيها فخامه بجد وجوده عاليه. فتحتها كده ودي شايفين طولها قد ايه، طبعا طولها مناسب جدا، طويله جدا لو هتكوي بقى حاجات زي العبايات والشميزات الطويله والحاجات اللي زي كده. ودي طبعا فايدتها توزيع الحراره علشان كانك كده بتكوي من قدام ومن ورا للملابس ظهر الملابس مره واحده. دي طبعا المكوه. عايزه اقول لكم ميزه المكوه دي ان البلاطه بتاعه المكوه او السيراميكا بتاعه المكوه ما بتلتصقش خالص بالملابس، بتكوي عن بعد كده، حاجه بجد حلوه قوي. عايزه اقول لكم ان انا غيرت مكوتين بخار بسبب نفس العيب اللي انتم شفتوه معايا في اول الفيديو. دي هنا كده الشماعه بتاعه المكوه، كل حاجه كده اطلعها واركنها. عايزه اقول لكم كمان وانا ماسكه جهاز المكوه كده الخرطوم بتاع المكوه طويل طويل تبارك الرحمن، شايفين عامل ازاي؟ يعني لو هتكوي ستاير وهي متعلقه مكانها فانت ما عندكيش اي مشكله خالص، لان خرطوم المكوه تبارك الرحمن طويل قوي ما شاء الله اللهم بارك. بعد كده في الكرتونه طبعا الجهاز بتاع المكوه نفسه اللي بيكون موجود فيه خزان الميه، وهنطلعه مع بعض وهنشوف كمان بقى هنا خزان الميه كام لتر والحاجات دي كلها. شايفين انا بقول لكم هنا ان خرطوم المكوه طويل تبارك الرحمن حلو جدا. هنا بقى هبدا كده نشيل التغليف بتاع ما كل حاجه متغلفه، كل حاجه متغلفه حتى الفيشه متغلفه، كل حاجه فيها تغليف حلو جدا جدا، حاجه تبين الاهتمام بجد، وكمان يعني ما شاء الله حاجه تبارك الرحمن. هنا بقى عايزه اقول لك ان المكوه دي لو انت بقى عندك فرح كل العيله عايزه تكوي هدوم في نفس الوقت فانت ما عندكيش اي مشكله، لا هتمسكي المكوه ولا هتقعدي تطبقي هدوم ولا اي حاجه، انت هتحطي الهدوم على الشماعه ويا دوب تكوي كده على طول. انا نزلت الجهاز كده على الارض عشان هنركبها سوا سوا. وكمان بقول لكم ان الخزان بتاع المكوه ان شاء الله لتر ونص، تمام؟ هنشوف بقى طريقة تركيبها وكيفية استعمالها والحاجات دي كلها.
دي هنا الحامل بتاع المكوة، والمكوة بتاعتي هنا ميزتها ان هي على 2 ستاند مش ستاند واحد بس، ودي حاجة تديكي قوة ومتانة وتخليكي بتتعاملي مع المكوة وانتي قلبك جامد شوية، فانتي تحسي كده ان هي متينة وواقفة كده ظابطة نفسها. طبعا الستاند ده بيتطول وبيتأثر على حسب ما انتي تحبي، ما شاء الله هما 3 ستاند جوه بعض يعني بتتدخل جوه بعضها كده، هنشوف مع بعض دلوقتي واحنا بنركبها. فانا هنا كده طلعت الـ2 ستاند، كل حاجة متغلفة لوحدها، متغلفة بالفوم والاكياس، وما شاء الله حاجة تبارك الرحمن. كده انا طلعت كل محتويات المكوه، نشيل بقى الكرتونة ونركن بقى كده الحاجات دي على جنب، ونبدأ ان احنا نركب المكوه سوا سوا. اول حاجة هنروح عندها هي قاعدة المكوه، واللي بيكون موجود فيها خزان المية زي ما انتوا شايفين. طريقة تركيبها في كل حاجة تبارك الرحمن سهلة، هي عبارة عن تكات امان بس انت بتكونيها مع بعضها، يعني لا في زراير ولا مسامير ولا هتحتاجي مفك ولا هتحتاجي اي حاجة خالص، انت بس بتحطي كل حاجة في مكانها وبتسمعي تكة الامان بتاعتها خلاص، فانت كده تمام التمام مفيش اي مشكلة. هنا بالنسبة للأدرع زي ما قلنا بنفتح كده، شايفين ده العمود، كل الكليبسات دي بتفتحي الكليبسات عشان تطولي، ومجرد ما بتعملي الطول اللي انت عايزاه بتوصلي للطول اللي انت عايزاه بتبداي تقفلي الكليبس تاني، وده طبعا للامان يا جماعه، حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين. عايزه كمان اقول لكم بقى لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وشجعونا، وربنا يا رب يحقق لنا كل ما نتمنى، وكل اللي بيتمنى حاجه ربنا يحققها له اللهم امين، ويبارك لنا فيما رزقنا. تعليق حلو منكم، دعوه حلوه في التعليقات، وكمان ما تنسوش بقى تباركولي على المكوة دي لانها بجد كانت حلم كبير نفسي حققه، والحمد لله حققته، ربنا يحقق لنا كل احلامنا في الخير ان شاء الله. شايفين طول الستاند بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما قلتلك هتكوي بقى عبايات، هتكوي شميزات طويلة، فمعاكي بكل راحة كده واريحية. هنا ده المكان اللي بيتركب، اللي بنملى منه خزان المية، بيتركب في القاعدة كده، فبتحددي مستوى المية اللي انت عايزاه، لان كمان خزان المية فيه زي معياري كده مترقم كده زي ما انتوا شايفين، او معير بالطريقة دي تمام. في طبعا مستوى المية، وفوق هنا القطعة اللي انتوا شايفينها دي مستوى الحرارة تمام كده. بعد ما ركبنا بقى الستاند هبدأ هنا، دي القطعة اللي بقول لكم عليها فرشة بتشيل الوبر وبتعمل عملية تمشيط للملابس اثناء الكوي، وزي ما احنا شايفين كمان بتبعد السيراميكا بتاعه المكوى عن الملابس خالص يا جماعه تبارك الرحمن. ده الجزء اللي بيخرج منه البخار، ودي الاسنان بتاعه التمشيط زي ما انتم شايفين كده. طبعا محطوط اسم الماركه بتاعه المكوى بتاعتي هنا، بلاك بلس ديكر يا جماعه تمام. طبعا في انواع كتير، ولكن صراحه انا اخترت النوع ده، والماركه دي ليها مميزات كتير حلوة وعجبتني جدا، عشان خاطر ان هي بـ2 ستاند مش بستاند واحد. ركب بقى الشماعة، تتركب هنا بالشكل ده، بفتح برضو الكليبسات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ببدأ ان انا ادخل الجزء ده جوه الجزء ده كده بالشكل ده، وبتقفلي الكليبس، وده طبعا للامان. دي حاجة تبين لك قد ايه الجودة والاهتمام كل حاجة، حتى الشماعة كمان مكتوب عليها الماركة بتاعة المكوة بتاعتنا. الستارة بقى نبدأ نركب الستارة سوا، تركيبها بسيط، بتدخل في الأجزاء، واضح جدا على الشماعة ان في ليها مكان بتدخل فيه. انا بجد يعني الستارة خامتها حلوة جدا، كل حاجة في المكوة، الخامة والجودة والماتيريال بتاعتها، يعني ماتيريال بتاع المكوة بجد الأجزاء بتاعتها كلها تبارك الرحمن ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى ادخلها بالشكل ده، شايفين انا بوضح لكم هنا، هي بتدخل بكل سهولة، مش محتاجة زي ما بقول لكم لا في تركيب لا بمسامير ولا بمفكات ولا بأي حاجة خالص، طريقة تركيبها سهلة جدا جدا مفيش ابسط منها. بالنسبة بقى للمشابك هركبها بقى مكانها كده ونسيبها، ودي هنا بقى علشان زي ما قلت لكم لما نيجي نكوي البناطيل فبتمسكي بالمشابك دي، هي بتدخل كده ضغط تمام، ليها مكان تدخل منه في الحرف بتاع الستارة بالشكل ده، بتتركب معانا بكل سهولة مفيش اي مشكلة خالص، اهو ركبناها بسم الله بالشكل ده، هي بتدخل بالضغط كده فبتركب معانا بكل سهولة، وبتستخدمي المشبك بعدها على طول بكل اريحية وبكل سهولة تمام.
خلاص كده انا يعتبر خلاص ركبت كل مكونات المكوة وكل الحاجة بتاعتها ركبتها، وخلاص كده نعلق بقى الجزء بتاع المكوة نفسه بالخرطوم. تبارك الرحمن طويل ازاي. طبعا التغليف اللي على الخرطوم ده انا اشيله بقى او اسيبه، دي حاجة يعني ترجع لك انت ان شاء الله تجيبي مكوة احلامك. لكل عروسة بتجهز بجد هاتوا المكوة اللي زي دي، ما تجيبوش انواع المكاوي التانية. انا بوظت هدوم كتير ولسعت هدوم كتير بسبب، ومع انها كانت مكوة بخار برضو بس درجة حرارتها عالية جدا مش عارفة سستمها. احيانا كنت بحط فوطة قطن فوق الملابس وانا بكويها عشان ما تدينيش لمعة، وكمان علشان خاطر ما تلسعش الهدوم، ومع ذلك كانت بتلسع الفوطة نفسها وتلسع الهدوم كمان بجد. وكنت محرمة ولادي ان حد فيهم لو حابب يكوي لنفسه حاجة كنت بقوله لا انا اللي لازم اعملها. فالمكوة دي سهلة وبسيطة وان شاء الله نشغلها سوا.